ساكن اصلا مع كريم، اتولدنا مع بعض بس فرقتنا بقى المدارس، فانا اتنقلت في حته بعيد عنه. بس فبدات من 8 سنين كنت شغال موزع ريمكسات، لو بدات دخلت في موضوع الراب، وبعد الراب دخلنا في مجال المهرجانات من 7 سنين. يلا كده واضرب نار معانا، انا جريدة اخبار. وسع يلا كده واضرب نار معانا، انا جريدة اخبار. انا اصلا بدرس خدمه اجتماعيه، فانا بحكي الحاله، بحكي عن تحرش، عن سرقه، عن سياسه في البلد. الموضوع ده بيبقى قريب من الناس، تمام؟ ده اللي بيقربك، يعني انت بتنزل الشارع، احنا عامه حواري وعيشه طبقه متوسطه، فانت بتنزل الشارع بتحس باللي قدامك عايز انت تحكي له ايه. ابن سعيد سيكا العجلاتي كوي القميص واقف ليلاتي، ابن سعيد سيكا العجلاتي ايه 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 بقه سجاره وبالنضاره في رجعه بنت ام احمد ساره، بقه سجاره وبالنضاره في رجعه بنت ام احمد ساره، قال علشان كانت لابسه قصير شافها الواد قام وشه اتغير. بنوصل الحاجات اللي احنا شايفينها للناس بطريقه مختلفه، بطريقه في نفس الوقت تفرحهم وتوصلهم الناس دي عايشه ازاي وحاسين بايه وايه اللي هم فيه. وبرده بلوكا عمل اغاني كلاسيك مهرجانات. فبلوكا من زمان صاحبي واخويا، واول ما اتعرفنا على بعض عجبنا شغل بعض، وقلنا نقرر بقى ان احنا نعمل فريق مع بعض، وشايفين ان احنا نبقى مع بعض احسن. الدور على مين؟ الدور على مين؟ الدور على مين؟ احنا جاهزين، احنا جاهزين، احنا جاهزين. اخبار ارام جمهوريه، واسمعي مني يا وليه، واسمعي مني يا وليه، ما تصحى يا شعب كده من النوم، وكل يوم ضحايا بالكوم، في ذنب مين شهيد اليوم؟ يا عم قلنا ضحايا بالكوم، الشعب كده شغال سلبيه، اهم حاجه يركب عربيه، والبت منا بتاعت الجيزه عامله لي فيها سفير عزيز.